لك فيما هو منسوب إليك من اتخاذ شركة السياحة المملوكة ليك بالشراكة مع الغير كستار للتردد على عدة دول وعقد صفقات سلاح. الشركة مستطرة لأي حاجة، كلها كانت سفرات شغل وكنا بنتفق على تسويق برامج سياحية، أما تجارة السلاح أنا ماليش علاقة بيها. لكن البيان الوارد من غرفة السياحة بيقول إن الشركة ما كانش ليها أي نشاط من وقت تشغيلها، لا بالتسفير خارج البلاد ولا بإحضار أفواج سياحية للبلاد. والله ده طبيعي، احنا لسه في بداية النشاط، وأي شركة جديدة أكيد ما بيجي لهاش شغل على طول. وما قولك فيما هو منسوب إليك من تلقيك معلومات ضرورية بالتنفيذ وتفجير الكنيسة قبل الحادث بساعات؟ أنا مش عارف سعادتك بيجيب الكلام ده منين. من مكالمة الصوت اللي اتسجلت لك وأنت بيتم تكليفك بالموضوع. مكالمة صوت؟ أنهي مكالمة صوت؟ اللي اتقالك فيها إحنا من إمتى بنناقش شغلنا في التليفونات؟ هسمعها لك. من إمتى إحنا بنوضح أو بنتناقش في المكالمات؟ أنا بكلمك المكالمة دي استثنائي لأن عارف أنت إيه، وعارف كويس إنك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر، وأنت عارف نهايته كويس. مفهوم؟ مفهوم سعادتك. افتكرت ولا هتقول لي دي متفبركة؟ لا خالص افتكرت، وده صوتي فعلا، وفاكر كل كلمة اتقالت فيه كمان. بس سعادتك ممكن نسمعها تاني، هتلاقي إن هي مالهاش أي علاقة بالحادثة. بتهيألي كانت في مشكلة في الشركة. غير لو سعادتك عايز تفهمها كده. بذمتك هتسمح لحد ان يوجه لك اوامر بالاسلوب الحاد ده بخصوص الشركه اللي انت مالكها؟ هنعمل ايه بقى في العشاء؟ راجل كبير قد والدي وخيره غرقني طول عمره. مين الراجل ده؟ نبيل بتنوني. مين؟ اسمه نبيل بتنوني، عايش بين مصر وايطاليا. قول سعادتك يا باشا، لو حد عايز ينفذ عمليه زي دي اكيد عنده مليون طريقه، مستحيل تكون مكالمه تليفون واحده منهم. مش كده ولا ايه؟ انا كده بتحصر يا اشرف وبتفرج على نفسي. ليه ده جمال؟ اهدى. ايه مكالمة الصوت دي كمان؟ وسألك عنها؟ سألني عنها؟ وانت تعرف وما قلتليش؟ انا ما رضيتش اضايقك يا جمال، وبعدين مش حقه يتكلم فيها اصلا، مسربها. ايوه جت منين؟ اتزعت امبارح في برنامج ليلى برضه. ها؟ وفي غيرها؟ انا كل ما عديت طولت هنا كل ما يحكموا قبضتهم عليا. بتفكر في ايه؟ اديني تليفونك. الرقم ده بتاع واحد اسمه جبريل، احفظ اسمه كويس مش هسجله لك، كلمه وطمنه عليا وقول له لازم اشوفه هنا الزياره الجايه. ايوه يعني ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل كتير قوي. منصور الكوخي ده معارض ليبي ضد القذافي، لاجئ سياسي هنا في مصر هو ومراته وبناته وجوازه، بس اللي انا سمعته ان هم سافروا لندن وهو عايش لوحده هنا في مصر. طب سكر، ده انت مذاكر اهو المنهج كله عندي. طب خد بقى اللي بره المنهج، ورقة اللجوء السياسي اللي كانت حاميه رمت في الدرج، وبعد ما كان عايش معزز مكرم بقى مقبوض عليه، مطلوب ان هو يتسلم القذافي خلال 24 ساعة. من الاخر كده نظامه اللي باعه هيقبض ثمنه من هناك. عادي مش جديدة. المطلوب بقى مننا يا سيدي ان احنا الراجل ده نرجعه لاهله في لندن بأسرع وقت، لا من شاف ولا من داري. عملية زي دي ملهاش الا جبريل ستايل. وانا كنت مستني الكلمة دي، عارف لما كنت قلتها كنت اعرف انه راح من ايدينا. يا بابا مالك فيه؟ ببص الحركة زي دي كده وافكر، يا ترى ممكن تحصل معايا في يوم من الايام؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. انا وانت هو يا جمال اصحاب وحبايب، وعشنا الموت سوا اكتر ما عشنا مع اهالينا، بس انت جمال الجبالي كنت ظابط قد الدنيا ظهرك لسه مسنود. أنا فتحي بوب مسجل سيطرة وفرض نفوذ. ظهري مسنود برضه ما قلناش حاجة، بس ممكن في أي وقت ظهري ده يتقطم وتسلم. مش كده يا صاحبي؟ كده فعلا. بص يا بوبو، أنا من ساعة ما عرفتك وأنت جدع معايا عشان كده مش هضحك عليك. كل جواك ده ممكن يبقى صح، ويحصل لك أكتر منه كمان. بدل ما يتقطم وسطك وتتسلم، تتمسح خالص. تدفن تحت الارض. وارد، ومش لوحدك على فكره، وارد يحصل لنا شخصيا. بس يا بابا اللي عايزك تتاكد منه حاجه واحده بس، ممكن اي حد في الدنيا يعملها معاك الا انا يا بابا.
ايوه يعني مين جبريل؟ اعمل بس اللي بقول لك عليه يا اشرف. ماشي. ازيك يا ليلى؟ عايز نندهلك بأني اسم؟ مش مهم الأسامي. صح. إذا كانت حياتي كلها ما كانتش مهمة بالنسبة لك. ليلى مش وقت الكلام ده دلوقتي. ولا في أي وقت تاني. صدقيني أنا بريء ما عملتش كده. تفتكر إن ده يفرق معايا؟ على الأقل تكوني عرفت الحقيقة. الحقيقة. اللي هو ده هنا ودلوقتي صح؟ أنا مستعد ما عنديش مشاكل. لأني خلاص. ما عنديش حاجة تاني أخبيها عليك. خسارة. مش عليك أنت. خسارة عليا أنا. أنت ما بتعرفش بسبب الجرى لي إيه. وأنت ما بتعرفيش بسبب الجرى لي إيه. ما كانش ينفع تدخلي حياتي، بس غصب عني ما قدرتش أمنعك. يا ريتك منعتني. بلاش تاخديني بذنب اللي جنبنا زمان. بلاش تبقى أنت وهم عليا. أنا عارف أنت ممكن تفصلي وتسمعيني. وعارف أنت لو سمعتيني ممكن تصدقي كلامي. كنت فاكره اني اكتر واحده ساذكه في الدنيا، طلع في غيري. تصور اني هسمعه؟ لا وايه؟ هصدقه كمان. ليلى احنا ما نعرفش بعض عشان نسمع منك اي كلمه. انتهى. حضرتك تفتكر المكالمه دي متفبركه فعلا؟ ممكن. ليه لا؟ امال حضرتك ذكرتها في التحقيق ليه؟ انا مش هاخدها دليل ادانه يا عماد. كل الحكايه بهز اعصابه. علشان لما نكمل بعد شويه اعرف اخد منه اللي انا عايزه. صاحبة الكارت ده واقفه بره يا فندم. خليها تتفضل بسرعه. دلوقتي بقى هنعرف ان كانت متفبركه ولا لا. روق بقى. ما تخليش ابوك يشوفك كده. ابويا. ياه يا خميس، من زمان ما شربتش كوباية شاي صعيدي حلوة كده. انت قلت لي انت منين؟ من يا باشا؟ مركز ملوي. لا يا راجل.